اليوم ننتقل إلى دائرة أخرى نريد أن نتعلم فيها علم جديد. ربنا سبحانه وتعالى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إذن ربنا دلنا على أن القمر له منازل، وعلماء المسلمين لا يتركون الأمر هكذا بل يأتوا منازل ما منازل القمر ويبدأون في دراسة هذه الكلمة حتى يعرفون عمقها، وهذا منهج علمي سديد علم العالم. فمنازل القمر، السؤال النهاردة سيكون عن منازل القمر. إذن القمر له منازل متعددة، هذه المنازل لها عدد ولها اسم موجود في لغة العرب لكل منزل من منازل العرب. العرب واخد بالها من السماء والأجرام السماوية ووجود القمر في وسط هذه الأجرام السماوية. ما منازل القمر وما عددها؟ إذن فسؤال حلقة اليوم ما عدد منازل القمر، لأن هذا سيفيدنا فيما بعد في كم عدد الشهر القمري. الشهر القمري يفرق دائما عن الشهر الميلادي. السنة الميلادية 365 يوم وربع، فكل 4 سنوات نضيف يوم إلى فبراير ونسميها السنة الكبيسة، لأنه 4 سنوات فبراير 28 وفي اليوم 29 هو في السنة الرابعة دائما 365 يوم وربع. لكن السنة المحسوبة بالسنين القمرية اللي هي ماشيين عليها في الشريعة، اللي هي محرم وصفر وربيع أول ربيع آخر جماد أول جماد آخر رجب شعبان رمضان شوال القعدة الحجة، دول 12 شهر زي ال 12 شهر. ساعات تيجي 353 يوم، وساعات تيجي 354 يوم، وساعات تيجي 355 يوم. في تكوينة ثمانية، يعني كل 8 سنين تجد تغير في الرقم، فثلاث مرات تيجي 54، مرة واحدة تيجي 53، 4 مرات تيجي 55، وهكذا، بحيث انك لو جمعت عدد الايام هتجدها واحدة كل 8 سنين، فده يسمى بالثماني. الثماني هذا يعني عدد من السنين، 8 سنين في الدورة القمرية هي اللي بتديك رقم متشابه دائما في هذا المجال. نرجع مرجوعنا للسؤال، ما عدد منازل القمر التي تكلم الله عنها؟ طبعا بيني وبينكم ما تقولوش لحد، ابحثوا كمان علشان زيادة التأكيد، وده ملوش دعوة بالسؤال. أسماء هذه المنازل إيه؟ بعض هذه المنازل علشان نشوف أسماءها، هم يقول لك إيه؟ الثريا، ويقول الدبران، اسم المنزل ده الدبران، اسم المنزل ده الثريا، الهقعة
الهقعة اسم منزل من منازل القمر، الهنعة اسم منزل من منازل القمر. احنا مش بنسأل عن كده دلوقتي. الذراع، الذراع اسم منزل من منازل القمر. بيبقى تركيبة النجوم اللي حوالين القمر بتؤدي إلى هذا الدبران ولا الثريا ولا الذراع إلى آخره. إذن فأنا عندي منازل القمر. السؤال بتاعي بقى اللي هو مختص بالحلقة بيقول كم عدد منازل القمر التي تكلم عنها رب العالمين؟ خلص السؤال. يبقى السؤال هو كده، هو اللي هنجاوب عليه عدد رقم، كم عدد منازل القمر الذي تكلم عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى ما جرت عليه العادة فإحنا هندي تلت أرقام تختار منهم رقم. الرقم الأول 13، 13 منزلة. الرقم الثاني 28 منزلة. الرقم الثالث 29 منزلة. يلا بقى فكر وشوف وابحث وقول لنا، وأنا أستودعك الله إلى غد، ولعلك تفوز بتلك الجائزة السنية التي وضعتها مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخدمي. أي سؤال من هذه الأسئلة؟